هي كل شيء لك، يدك، رجلك، عيونك. طبعا الحمد لله، أمي طبعا تعتبر كل شيء لي في الحياة، فله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ما أقدر إيش أقول عن أمي، إيش أقول؟ مهما تكلمت ما بقول شيء، لو أقول لكم عمل واحد بس، أنا أمني عندي إني أضم أمي، مو في أي وقت، في عيد أو مناسبة، أحضنها. تجي العيد والمناسبة أمي فيها حسرة أكثر مني، لكن لو سألتكم أنتوا الآن متى آخر مرة ضمت أمك؟ أنتوا اللي أمامي واللي في التلفزيون، متى آخر مرة ضمت أمك؟ الحمد لله، الحمد لله. أمي في داخلها حسرة تقول لي مرة جينا من الحرم، تقول لي نفس يوم من الأيام أدخل الحرم وأنت ماسكني وتطوف بي. الحمد لله، الحمد لله. لو قلت لك الآن تخيل بطنك ما تمشي 5 أيام، 5 أيام بطنك ما تمشي، إيش هتعمل؟ رد عليها، خذ ملايين، لا خذ ملايين، شربت الملايين ما نزل شيء، إيش حتسوي؟ تروح المستشفى، طيب 10 أيام بطنك ما مشيت، إيش حتسوي؟ عملية، مستشفى. طب انا لي 16 سنة كل 10 ايام ما تمشي بطني، كل 12 يوم، كيف اسوي؟ كل 10 ايام اروح المستشفى؟ عندي امي الله يعطيها العافية تخرج اللي بطني بيدها، اللي بطني تخرجه بيدها، من يسوي لك كده غير امك؟ وانت تفضل زوجتك على امك، الحمد لله، والله تفضل ولدك على امك، تفضل صاحبك على امك، الحمد لله. فين بسوة القلوب هذه؟ الله يرحمنا ويرحمته. حرمة اللي اتصلت بك يا عبد الله؟ حرمة دقت علي، حرمة، وكان عندي محاضرة، قالت أبغى أكلم عبد الله، رد عليها خالد صاحبي، قال لها يا أمي خالد عبد الله مشغول شوية، قالت له أسألك بالله قل له يا ولدي إذا كان عبد الله انحرم أنه يضم أمه، أنا أبنائي عندي وانحرمت أنهم يضموني، ما فيهم ولا شيء، ولا واحد فيهم يدخل يضمني، قاسية قلوبهم، قاسية قلوب الناس. اتقوا الله، والله الدم رجلها فالجنة تتم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تتجرى على امك وابوك وتبر صاحبك وصديقك. ايوه والله قتل اباء ابناء يقتلوا اباءهم وامهاتهم. قال الشاعر اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، فقال ائتني بفؤاد امك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى واغمد خنجرا في صدرها والقلب اخرجه وعاد على الاثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المعفر إذ عثر،
ناداه قلب الأم وهو معفر: ولدي حبيبي، هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الفتى قد انهمر، فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا سيبقى عبرة لمن اعتبر. ناداه قلب الأم: كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. كف يد ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. يا أخي، الإنسان اللي عنده علاقة مع أمه وأبوه سيئة، من الآن أنا حجة له أو عليه، من الآن يعلن توبة بينه وبين الله. ثم إذا قام من المجلس هذا أو من أمام التلفزيون يروح يسلم على يدين ورجول أمه وتوبوا إلى الله. الله يغفر لنا يا شيخ. معلش، يمكن